يبدو أن أحدث تصاميم كريستيان لاكروا سيكون الأخير، فبعدما لم يتقدم فارس لإنقاذ بيت الأزياء من محنته، دعمت محكمة باريس التجارية خطة الشركة لصرف معظم العاملين فيها وإيقاف نشاطاتها التصميمية. ما لم نجد شاريا وبسرعة، قرار اليوم يعني إعادة هيكلة رئيسية، وهو أمر صعب بالمعنى الإنساني. 100 عامل سيتم صرفهم، وسيبقى 11 موظفا لإدارة رخصة الشركة للأكسسوارات والعطور. الموظفون الذين رافق بعضهم لاكروا منذ البداية يجدون صعوبة في استيعاب واقع ما يحدث. إنها مثل صفعة في الوجه، يصعب علي أن أصدق حتى لو كنا نتكلم عن هذه الإمكانية منذ شهور، لطالما اعتقدت أنه لا يمكن إغلاق كريستيان لاكروا بهذه السهولة. هناك بصيص أمل، فمع تجنب التسهيل المباشر للشركة قد يتم إيجاد شار في يوم من الأيام، لكن بالنظر إلى الخسائر الهائلة التي راكمتها الشركة لا يبدو الأمر سهلاً.